نسبة ترقبي للتريلر ده عاملة زي بالظبط نفس درجة تحمسي لما إيطاليا كسبت كأس العالم في 2006 مثلا. ازيكم يا جماعه؟ النهارده هنعمل حلقه جديده من ستيفلر رياكشن، والتريلر اللي هنعمله رياكشن هو افنجرز اند جيم. ده الاوفيشال تريلر لسه نازل، مفيش من نص ساعه دلوقتي هنعمل له تريلر رياكشن، ولو في اي حاجه محتاجه نعلق عليها بعد التريلر هنقول. انا اسف لو ما كنتش نزلت الحلقه بتاعت تريلر رياكشن بتاعت دارك فينيكس وديتكتيف بيكاتشو، بس ان شاء الله باذن الله هينزل بعد التريلر ده عشان ده عليه نسبه ترقب اكتر، وبعد كده هنكمل بس سلسلتهم سينما في البيت. طبعا كالعاده مش هشتري له ورا مره، فهنتفرج عليه دلوقتي اول مره. يلا بينا. God, seems like a thousand years ago. I fought my way out of that cave. Became Iron Man. Realized I loved you. I know I said no more surprises, but I was really hoping to pull off one last one. The world has changed. None of us can go back. All we can do is our best. And sometimes the best that we can do is to start over. All these people die. I keep telling everybody they should move on. Some do, but not us. Even if there's a small chance, we owe this to everyone who's not in this room to try. We will. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. I like this one. اوكي التريلر طبعا ما حرقش اي حاجه كالعاده. هم تقريبا هم اجلوا الفيلم، ولا انا مش عارف، هو كان المفروض كان ينزل قبل ابريل 26 على ما اعتقد، لان الاول قالوا انه هينزل في مايو. قالوا الاول هينزل في 3 مايو تقريبا، وبعد كده قالوا هينزل في حاجه في ابريل، بس كان في الاول خالص، وبعد كده استقروا على 26 ابريل. كلها شهر. عامه انطباعاتي الاولى في التريلر حلوه. طبعا نسبه ترقبي 10 في مليون من 10، مش 10 من 10. التريلر مش عارف، هو حلو وفي نفس الوقت يعني مش عارف اقول ايه بصراحه. الحاجة الوحيدة اللي لاحظتها في التريلر اللي شدتني ان توني ستارك ما ماتش زي ما هو كان قال في التريلر اللي كان قبليه، لما قال food and water ran out و oxygen will run out this morning ولا next morning. يعني باين قوي ان هم انقذوه، بس مارفل شاطرة قوي في الحاجات دي، مش عارف بصراحة. وعجبتني اكتر حاجة عجبتني في التريلر حوار الفلاش باك بتاع كل واحد، بتاع سواء بتاع كابتن امريكا وثور
وتوني ستارك. انا برضو عند توقعي زي ما كنت قايل على موضوع ان هو حاسس احساس كبير قوي ان هم هيرجعوا بالزمن، ما اعرفش ليه، باستخدام الكوانتوم ريلم بتاع انت مان. هو انا شايف ان التريلر ده كان احلى من اللي قبليه، هو اللي قبليه كان يعتبر تيزر ما يعتبرش تريلر قوي، بس التريلر يشدك يعني يحمسك قوي للفيلم. هم طبعا نفس الممثلين، هم بس طبعا الناس اللي حصل لهم السناب ما ظهروش زي سبايدر مان واوكاي تقريبا كان اسمها اوكاي بلاك بانثر، وبلاك بانثر نفسه وجارديان اوف ذا جالاكسي بقى كلهم الناس دول كلهم ما ظهروش في التريلر. ناويين يعملوا ايه مش عارف، ناويين يعملوا ايه برضو بجد ما اعرفش. انبسطت قوي لما شفت هوك اي في التريلر، وشكلها كده انا زي ما قلت انا ماليش في الكوميك بوكس، بس انا طبعا بحب الافلام بتاعت الكوميك بوكس بس ماليش في الكوميك بوكس. هو تقريبا حصل زي ما كان متوقع ان عيلته جات سنابت في الفيلم بتاع انفينيتي وور، بس ما جابوش بقى الاحداث بتاعته، فتقريبا هنشوف الاحداث في الفيلم ده. وشدني برضو حوار السوت اللي كانوا كلهم اللي كانوا لابسينه الابيض ده، انا اول مره اشوف السوت دي، واكيد ليها طبعا حاجات تبع الكوميك بوكس. انا طبعا زي ما قلت لحضراتكم انا مش كوميك بوك فان، يعني يا ريت اللي هم بتوع كوميك بوك فان يفيدونا في الموضوع ده. بس دي انطباعاتي اللي في التريلر. ابريل 26 طبعا كله منتظره، بس ما عنديش اراء ثانيه في الفيلم بصراحه، بس طبعا ده اساسي يعتبر اكتر فيلم منتظر السنه دي، يعني كل الناس منتظراه يعني. بس اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وانا بتاسف تاني الحلقات التانيه ما قدرتش انزلها، بس ان شاء الله باذن الله هتنزل بعد التريلر رياكشن ده. وان شاء الله اشوفكم في حلقه تانيه قريب. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله اشوفكم في حلقات تانيه قريب، وما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام، وباي باي. I like this one.